الرحمن الرحيم. لما الواحد بيحب يتكلم على تشيلسي وكان بيتكلم على بيقدمه حكيم زياش زي مباراه زي نيوكاسل او مباراه زي رين، كان ناس كتير تقول لك ده بيكبروا حكيم زياش يا عم، وحكيم زياش عمل ايه غير كورتين ثلاثه بس هم اللي اثروا في نتيجه المباراه؟ حكيم عمل ايه غير كده؟ كنا نقول لهم يا جماعه حكيم زياش بيقدم لتشيلسي الحاجه اللي بيفشل فيها موسم مونتو، الحاجه اللي بيفشل فيها كاي ايفرتس. كان يقول لك لا انت طب لحكيم عشان المغرب والمغاربه بيشتركوا في القنوات والمغاربه بيعملوا لقاءات. قال لك يا عمي الموضوع مش كده، الموضوع موضوع في لعيب بيفيد فريق جوه الملعب، في لعيب بيعمل لفريق شخصيه نوعا ما جوه الملعب علشان خاطر المدير الفني نوعا ما مش عارف يعمل لهم شخصيه بقالهم سنتين، ومع غياب اللاعب ده رجعنا تاني شفنا نفس المشاكل اللي موجوده في الفرقه هي هي. طب بص مش مصدقني ابسطها لك، النهارده قدام خصم زي ولفرهامبتون نونو سانتوس طبيعي ان هو يبدا لك بال 3 4 1 2، وطبيعي كمان ان هو بال 3 4 1 2 هيقلبها لخمسه، هينزل سيميلو تحت وهينزل كمان فرناندو تحت وهيقلبها 5 2 3 و 5 3 2 علشان خاطر دانيال بودنسي ساعات بينزل نص الملعب وساعات تانية بيحب ان هو يعمل وجبات هجوميه مع نيتو ومع سيلفا. كانت فكره ممتازه جدا انك تحاول تعمل كده قدام تشيلسي. ليه؟ عشان خاطر تشيلسي بغياب حكيم زياش مفيش اي حد في الاثنين نص ملعب هيقدر يقدم الاضافه اللي الفرقه مستنياها هجوميا. يعني مثلا لاكاي هافرتز في مستواه الحالي هيقدر يقدم اي حاجه؟ كاي هافرتز اللي كان حرفيا بيستخبى ورا نيفيز ورا دونكر كان الموضوع بيبقى صعب جدا، قاعد تدور فين كاي يا جماعه طب فين موسم مونت؟ لا موسم مونت هتلاقيه سارح هنا او هتلاقيه بيلعب في اي حته هنا بعيد عن المرمى، وهتلاقي كمان ان هو في مع الكثافه اللي عاملها لعيبه ولفرهامبتون هتلاقيهم ان هم مستخبين. طب يا جماعه فين الشخصيه؟ مش ده اللي كنا بنقول عليها عند حكيم زياش؟ طب فين يا جماعه فكره ان حد ينزل يشوط من تحت؟ لا مفيش الكلام ده عشان خاطر كل واحد بيخاف ان هو ياخد قرار زي ده. طب يا جماعه فين مهارات بروسيتش اللي هتشيل الفريق ناحيه اليمين هجوميا؟ طب يا جماعه تيمو فيرنر محتاج ان هو يريح، وبقالنا كتير بنقول يا جماعه تيمو محتاج ان هو يعمل روتيشن. طب اوليفير جيرو اكتشفتوا اخيرا جيرو محتاج وقت، وان جيرو محتاج يلعب جوه الملعب عشان جيرو مهاجم خطاف اكتر من تامي ابراهام. تامي ابراهام راجل انجليزي والمنتخب الانجليزي بيتكلموا عليه والكلام ده، بس يا جماعه الموضوع مش هيمشي انجليزي وخلاص. ما شفنا حكايه موسم مونتو وجوده جوه الملعب، وشفنا كمان موضوع تامي ابراهام وجوده جوه الملعب. فلما اجي انا اقول لك ان حكيم زياش بيشيل الفريق على الناس دي كلها، ما تقوليش ان انا بطبل يا حبيبي عشان خاطر بيجيبوا لي اشتراكات ولا بيجيبوا لي لايكات. انا بقول لك حكيم زياش جوه ملعب تشيلسي اهم لاعب في المنظومه الحاليه. ليه؟ سبب بسيط، حكيم زياش عنده شخصيه، حكيم عنده شخصيه، بيقدر يشوط، بيقدر يعمل كروسات غير متوقعه، بيقدر يعمل لك الباص اللي انت ما بتبقاش حاسس ان هو ممكن يعمله انت كمساك. يعني انت كمساك بتقتنع ان في لعيب ممكن احيانا هيباص باصه سهله للورا وهيباص على الجنب، يجي هو لاعب لك كروس، يجي هو بيعدي واحد راح ويشوط، ده حكيم اللي بيعملها. انما كاي مع مستواه الحالي مع شخصيته الحاليه مع اللي فرانك لامبرد عمله معاه، بصراحه يعني لامبرد بصراحه شمال العب يا كاي، يمين العب كاي، العب يا كاي. فجاه بص يا كاي انت تنزل تلعب في نص الملعب، انت نقول لك انت هيبقى قدامك وموسم مون طبعا على ناحيه وانت في ناحيه، طب مين اللي هيدافع؟ طيب يعني بالنسبه لنص الملعب مين اللي هيدافع؟ طيب يعني لما الكره تتقطع مين اللي هيرجع يضم مع جولو كانتي؟ هيبقى موسم مون اللي الوجبات الدفاعيه بتاعته بتحاول تطورها له، ولا كاي هافرتز اللي تقريبا نسي الوجبات الدفاعيه؟ بس عادي قلنا عادي والكلام ده زي الفل. طبعا الشوط الاول ما قلتكش عليه اي حاجه هجوميا، وده اللي بيقول لك قد ايه فرانك لامبرد محتاج فعلا ان هو يحط خطط للفريق اكتر ما يعتمد على اللعيبه جوه الملعب بتقدر تقدم ايه، لان تشيلسي حرفيا ماشيه بيقدموا اللعيبه. يعني تشيلسي عشان نتفق مع بعض، انا بحب لامبرد بس مش مقتنع بيه كمدير فني لحد دلوقتي ان هو يدرب فريق بينافس على الدوري. انا شايف ان فرانك لامبرد ده اخر الليفل اللي ممكن يوصل فيه مع تشيلسي، ان هو ليفل الفرقه متوسطه، لا انت عارف تقيمها فرقه مميزه ولا انت عارف تقيمها ان هي فرقه عاديه. صفقات وماركات عظيم، بس فنيا جوه الملعب مش حاجه بتتقدم. هتقول لي الكور الثابته، والكور الثابته دي بتاع المدير الفني، هقول لك طب ما الاثنين اللي بيعملوا ارتقاءات بيكونوا اطول اثنين لعيبه في الملعب، اذا كان كورت زوما ولا اذا كان اوليفي جو. الا بقى لو انت عايز تلبسها الموضوع ان على الاقل هو بيعمل اي حاجه كرات ثابته، تمام انا معاك اعمل اللي انت عايزه يا عم. وفرانك لامبرد اعظم مدير فني بيعلم اللعيبه ان هم يعملوا كرات ثابته، بس المشكله كلها جبت الهدف الاول نرجع بقى ندافع؟ لا ما احنا عندنا مشكله دفاعيه. ايه المشكله الدفاعيه؟ معندناش حد بيدافع في نص الملعب. طب ما قلت لك انا من البدايه ما حدش هيدافع في نص الملعب جنب مولو كانتي. بعد كده الجون بتاع دانيال بودنسي، الراجل بصراحه بيقول للمدربين الموضوع مش موضوع فلوس، الراجل جاي من اولمبياكوس ب 19 مليون بس، والله يعني مش من 85ات ولا 75ات ولا فيران توريسات، الراجل جاي مبلغ بسيط جدا وراجل عامل اداء كويس جدا جوه الملعب. الموضوع بيبقى سهل والله، بس ايه عين المدرب بس.
ونشوف على ما تراوره بينزل وبيتصاب بعد كده وبيقدر ان هو يكمل المباراه برده حتى هو مصاب. ونشوف كمان الاسطوره ناسي سميدو، سبحان الله يا اخي تشيلسي ما كانش عارف يعمل اي حاجه جوه الملعب الا ان هو يلعب ورا سميدو. الواد ده بصراحه يعني الله يكون في عونه سانتوس عليه والله، بس عدت والله عدت ليه؟ علشان خاطر بعد ما تشيلسي متعادل اتزنق وفجاه اكتشف ان انا ما عنديش تغييرات علشان خاطر كاي هافرتز مش بيقدمش اي حاجه، واخد واحد من اسوء اللعيبه جوه المباراه وبغيره وبنزل مكانه كوفاتيتش، وفجاه بلاقي ان انا محتاج اغير اوليفي جيرو. ليه؟ طب بتلعب على ثلاث نقط ما تغيرش جيرو. لا هو غير جيرو ونزل مكانه تامي ابراهام، ومع ذلك قال لك تامي محظوظ على وولفرهامبتون ما راحش بولا كوره بعد تامي نزل، وفجاه بقى بيستقبل لعب الحاد وبيلبس جون في الدقيقه 94. ما اعرفش كورتوزوما بيوسع لنيته ليه، بس يمكن عشان خاطر يقول لنا ان تشيلسي هيفضل واقف في الكورتوزون بتاع حته ان انا فرقه متوسطه ما ينفعش تقيمها فرقه المنافسين على الدوري، ولا ينفع انك تقيمها فرقه سيئه. عارف ان كلامي صعب بالنسبه لجمهور تشيلسي، بس كل انا عايزه منك انك لما تنتقد كلامي انتقده باحترام وانتقد وقول لي انت غلطان في 1 2 3، غير كده مش هخسر حاجه لو عملت لايك، وهتخسر حاجه لو عملت سبسكرايب، وهارد لك على النتيجه.